بابا عايز اجيب لبس. اه العيد عدى اهو، انت قلت لي هجيب لك بعد العيد. حاضر ماشي هات اجيب. ابجديه يجيب لبس. ايوه هدي. انت مالك انت؟ انت جبت لبس العيد، اخوك ما جابش. لا لا انجب انجب هجيب. سيبك منه يا بابا، خليك معانا الوقت، ادينا عشان اجيب قبل ما المحلات تقفل. ما تهدى انت التاني. لا لا انا هجيب معاه، عشان لبس العيد اللي انا جبته كان وحش. ماليش دعوه، انت اللي نجيته، محدش ضربك على ايدك وقال لك هات اللبس ده. ما انا معرفش ان هيطلع وحش. خلاص جبت، ما انتهت. يا بابا كلمني انا. طيب عايز ايه؟ عايز ايه يا بابا؟ عايز انزل اجيب اللبس قبل ما المحلات تقفل، انا اخرت عن كده مش هلاقي حد فاتح. ما قلت لك ايه، انت مش مكسوف من نفسك يا ابني؟ شحط زي كم يقول لابوه عايز اجيب لبس. انت عندك كام سنه يا حبيبي؟ 18. انا اتجوزت امك على 18 سنه، جيل غير جيل يا بابا. لا والله في عيال رجاله كتير. اي والله يا بابا زي انا كده. وانت راجل؟ ايوه سيدي رجاله مش زيك. هتكلم معاك هتعصب وانا مش ناقصه والله الحكايه معايا. يلا يا بابا اديني. يوه عليا النعمه، وجعت دماغي وجعت دماغي، اقسم بالله ما معايا جنيه في جيبي يا اخي. مش معاك جنيه؟ والحل يا بابا لما تفرج. سنة كده ولا حاجة عشان تفرج.